سمي شيئا أو مكانا، سمي شيئا أو مكانا ممكن أن ترى فيه نجمة. أستاذ مشتاق. السماء. السماء والطارق. السماء. برافو، أعلى احتمال. وتقرر هل تأخذوه تلعبون لو تحولوه على الأطباء؟ قرروا. يعني أحب أنه أحول السؤال لهم. خلاص. كنوع من المشاركة. شكرا جزيلا. أتمنى لهم كل الموافقية. برافو عليك. يا سلام، والله الأستاذ مشتاق هذا كرم وهذه مساعدة لأصدقاء. شكرا جزيلا يا حلو. أستاذ مشتاق تفضل إذن. شكرا جزيلا. راح نلعب والأطباء بناء على قرار الأساتذة 323. يا سلام. هسه راح نسأل السؤال بهدوء. سمي شيئا أو مكانا ممكن أن ترى فيه نجمة. الأستاذ مشتاق قال السماء، فعلا فيه نجمة. ماكو شنو بعد؟ أكو شيء ممكن أن نلقى به نجمة؟ وين؟ فكروا زين. يلا دكتور. العلم. العلم. نعم، علم دولة. علم. خلينا نشوف. العلم، الراية، العلم. برافو برافو. الاحتمال الرابع موجود، بعض أعلام الدول فيها نجمة. ودكتورة أمل. أي رسم هندسي؟ الرسوم. خطأ أول. دكتور عمر لحق روحك. أوكي. فكروا فكروا. الرموز الدينية القديمة. الرموز الرموز الدينية. خطأ. طبعا هي لربما مو أخطاء لكنه لم تأتي بالاحتمال، يعني بالرسوم نلقى نجمة لكنه العراقي يفكر أيضا بأشياء واضحة جدا، يعني العلم واضح، السماء واضحة، أكو أشياء أخرى. دكتورة رنا شو تقول؟ على شاشة تليفون، على شاشة لابتوب، شاشة تلفزيون، شاشة جهاز إلكتروني. على شاشة تلفزيون، على لابتوب، جهاز إلكتروني. خلينا نشوف. برافو دكتورة رنا، برافو عليك، برافو. موجود صح صح. الآن باقي لكم 5 احتمالات وعدكم خطأين، والخطأين هذا يستدعي أن نقول الأساتذة فكروا جيدا، فكروا الشاور وتفقوا. والدكتور مصطفى شو تقول؟ الملابس، في بعض الأحيان في الملابس تيشيرت أو خلاص. حلو ذكر الملابس، هي الملابس خلاص بشكل عام. أي بشكل عام. الملابس. برافو 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 برافو. ثامن احتمال. انتوا دائما راقبوا 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 الاحتمالات اللي تطلع حتى تفكرون بالتي لم تطلع. يلا دكتوره آمنة. بالتاتو. بالتاتو. تاتو. خلينا نشوف التاتو او الرسم. خلينا نشوف تاتو.